السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم تورته بارده بالشوكولات وبالبرتقال وبالنكهه ديال الكابوتشينو. كتجي اكثر من رائعه، لذيذه جدا واقتصاديه بسرعه كتوجد. غادي نحتاجو في المقادير 200 غرام البسكويت صابلي بالنكهه ديال الكوك جوز الهند، استعملت 3 ديال العلب، كل علبه فيها 85 غرام. طحنتو وخليت شي طريفات اللي كيكونوا باينين، ما كنطحنوش بزاف، كنخليو شي طريفات باينين كيجيو زوينين في الماكله. كيف ممكن لكم ان تعوضوا هذا البسكوي؟ هذا اللي ما بغاش يدير البسكوي مطحون ممكن يدير اي طبقه ديال الكيك، كديروا طبقه ديال الكيكه بالشوكولات او كيكه بالفاني، المهم الكيكه اللي كتكون صغيره شويه ما تكونش عاليه. غنحتاجوا مع هذا البسكوي 3 المعالق كبار ديال الزبده اللي كتكون مذابه. غنحتاجوا في الطبقه الثانيه ديال الكريمه بالشوكولات عندنا 2 معالق كبار من كريم باتيسير غبره، 2 معالق كبار من السكر سنيده سكر حبيبات، بيضة واحدة، نص لتر من الحليب، 100 غرام ديال الشوكولاتة الأسود من النوع الجيد. الآن غادي نشوفو الطبقة الأخيرة، الطبقة الثالثة، غادي نحتاجو فيها اللي غادي تكون بالفلو والبرتقال. غنحتاجو نص لتر من عصير البرتقال اللي كنعصروه ونصفيوه. غنحتاجو 2 علب من مستحضر الفلو بنكهة الكابوتشينو، كل علبة كتحتوي على 55 غرام. اللي ما توفرتش عنده ممكن يعوضها بالفلون بالنكهه ديال الكراميل اللي فيها 50 غرام. 2 علب دائما اللي كنستعملو في نص لتر ديال عصير البرتقال. طبيعه الحال هذا الفلون هذا فيه السكر، ما غاديش ندير السكر. صافي هادشي اللي عندنا. دابا غندوزو الطريقه ديال التحضير. كنجيب كاسرونه غادي ندير فيها 3 المعالق كبار ديال الزبده، كنديرو 3 المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين بهذا الشكل هذا، وكنحطوها فوق نار اللي كتكون متوسطه حتى كتذوب لينا الزبده. الان بعد ما كتذوب الزبده كنوضعوها فوق البسكويت اللي طحنا. كيف قلت لكم في الاول ما كنطحنوش مزيان حتى كيتنيل، كنخليو شي طريفات كيكونوا فيه باينين. كنخلط مزيان حتى كيشرب هذيك الزبده، هذيك 3 المعالق كبار ديال الزبده. كنجيب واحد الطبسيل كنحطو فيه واحد الاطار اللي كيتحل من الجوانب، كنديرو على القياس اللي بغينا، وغادي نخويو فيه البسكوي ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا كيبانوا هذوك الطريفات، كيجيو فيه مقرمشين بحال اللوز، بحال الا درنا فيه اللوز مهرمش. ومن بعد كنجيب واحد المعلقه او كاس وكنقادو مزيان هذاك البسكوي ديالنا بهذا الشكل هذا، كنضغطو عليه مزيان باش يشد الشكل ديال القالب، وكنغطيه وكنحطو في الثلاجه او في المجمد. دابا غندوز نوجد الطبقه الثانيه ديال الكريمه ديال الشوكولات. كندير بيضه واحده، 2 معالق كبار من السكر سنيده، هنا ما كنكثروش السكر لانني غادي نستعمل الشوكولات. غادي نضيف عليه 2 معالق كبار من كريم باتيسير، غادي ندير 2 معالق كبار عامرين بهذا الشكل هذا. الان بالطراب اليدوي غادي نخلط الكل مزيان حتى ما كيبقاوش عندي الكويرات، وانا كنضيف هذاك نص لتر ديال الحليب، كنطربو مزيان ما خصوش يبقاو عندنا هذوك الحبيبات، وكنضيف ما تبقى من الحليب وكنردو فوق البوطه فوق نار متوسطه حتى كيغلى وكيعقد مع التحريك المستمر باش ما يديرش لينا الحبيبات. وكنضيف عليه اخر شيء الشوكولات وكيدوب غير بهذيك السخونيه ديال الكريمه. الان بعد ما كطيب الكريمه ديالي وكتبدا دير الفقاعات بهذا الشكل هذا على نار اللي كتكون دائما متوسطه، كنضيف عليها هذاك الشوكولات الاسود وكنخلط وكنبقى نخلط حتى كيدوب مزيان، كيدوب غير بهذاك الصهد ديال الكريمه. كنطفيو البوطه. الان غادي بعد ما كيدوب هذيك عفوا كيدوب هذاك الشوكولات مزيان مع الكريمه، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده وغادي نعاود نخلط مزيان بسرعه. كنقومو بهذه العمليه هذه قبل ما تجمد لينا لاكريم ما حتى سخونه، وغادي نصبوها مباشره فوق هذيك القاعده ديال البسكوي اللي وجدنا في الاول. دائما هاد العمليه هذه كنقومو بها بسرعه لان هاد الكريمه هذه بسرعه كتجمد. كنقادوها مزيان وكنخليوها حتى كتبرد في المطبخ، عاد كندخلوها للثلاجه باش كتبرد مزيان. دابا غندوزو نوجدو الطبقه الثالثه والاخيره. كنديرو في كاسرونه نص لتر ديال عصير البرتقال، غادي نضيف عليه 2 علب من مستحضر الفلو بنكهه الكابوتشينو
اللي ممكن تعوضوها بالنكهه ديال الكراميل. هنا ما غاديش نستعمل السكر لان الفلون ديالي فيه السكر، كيجي واحد المذاق رائع جدا. الخليط ما بين نكهه ديال الكابوتشينو وعسل البرتقال كيعطي واحد اللذه رائعه جدا، كنتمنى تجربوه. لان تطرب اليدوي غادي نطرب الكل مزيان وغنحطو فوق النار اللي كتكون دائما متوسطه، كنخلي الخليط ديالي حتى كيغلى حتى كيطيب مزيان وكيغلى بهذا الشكل هذا، كيطلعوا الفقاعات وكنطفي عليه البوطه وكنخليوه كيدفى غير واحد شي شويه، وكنخرجوا التورته ديالنا من الفرن، ما كنصبوش عليها مباشره باش ما يخسرش لينا هذاك الكريمه. كنستعنوا بالمعلقه بهذا الشكل هذا وكنبداو نخويو بهذه الطريقه هذه، لان الا خويناه فوق منها وهو سخون غادي يتقب لينا الكريمه وغادي يفسد لينا المنظر ديال الحلوه، وضروري تتبعوا هاد المراحل هادو. كتستعنوا بالمعلقه حتى كتصبوه بالكامل صافي، وكتخليوه في المطبخ حتى كيدفى او حتى كيبرد، ما كيبقاش سخون بزاف. عاد كنغطيو الحلوه ديالنا وكنديروها في الثلاجه تبرد مزيان واحد 3 ديال السوايع، ولا كنتو بها مزروبين كديروها في المجمد واحد ساعه ونص. الان غنخليها في المطبخ حتى كتدفى وعاد غندخلها للمجمد باش تبرد ليا بسرعه. بعد ما كتبرد التورته ديالي مزيان ضروري جدا تخليوها تبرد مزيان باش تشد راسها، كنحيدوا هذاك الاطار وكنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا، كيجي المنظر ديالها زوين وحتى المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. الزين تيبقى حسب الاختيار ديالكم، انا هنا جبت شويه ديال رقائق اللوز كنديرهم في الجوانب. كديروا سواء تقدروا تزينوها بالفواكه الا كانوا عندكم، او لا كتزينوها بالشكلات اللي كيكون مبشور، الشكلات الابيض او الشكلات الاسود، التزيين دائما تيبقى حسب الاختيار. المهم المذاق ديالها راه كيجي رائع جدا، غير خليوها تبرد مزيان عاد قدموها بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. بعد ما زينتها بهذوك رقائق اللوز درت ليها حب الملوك من الجوانب، كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وسريعه التحضير وما فيهاش بزاف ديال المكونات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنسوش ديروا جيم وتشاركوا مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تشوفوا الفائده، وتشتركوا معايا في القناه الى كنتوا باقي ما مشتركينش، وما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي كاين حدا زر الاشتراك باش توصلوا دائما بالجديد. انا هنا بعد ما قطعتها كتجي لهذا الشكل هذا، كتخليوها حتى كتبرد مزيان. انا واخا هكاك ما خليتهاش تبرد مزيان، نتوما كتخليوها تبرد مزيان حتى كتشد راسها عاد كتقدموها بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.